أجواء حماسية بتعيشها مدينة العلمين الجديدة وبيعيشها رواد وزوار مدينة العلمين الجديدة بعد انطلاق بطولة الـ MMA في نسختها الخامسة ضمن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة. البطولة اللي بتشهد مشاركة 24 لاعب من دول العالم المختلفة، 11 لاعب مصري و13 لاعب بنتكلم عن مشاركة للبرازيل، روسيا، المغرب، الجزائر، السودان، نيجيريا، توجو وغيرها من الدول. أجواء حماسية خاصة وماتشات مهمة جدا. تعالوا بينا نتعرف عن بطولة الـ MMA ضمن فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة ونسمع رأي اللعيبة إيه في البطولة في النسخة الخامسة. بطولة القاضية للفنون القتالية MMA في نسختها الخامسة من أبرز الفعاليات اللي شهدها مهرجان العلمين الجديدة بالنظر لعدد المقاتلين من 8 دول. البطولة اللي شهدت مواجهات مثيرة أضافت تنوع كبير في الأسلوب والمهارات القتالية وسلطت الضوء على أهمية الرياضات القتالية في تعزيز روح المنافسة الشريفة وتعزيز التفاعل الثقافي بين الدول المشاركة. المشاركة كانت قوية جدا. احنا الحمد لله كان لسه وزير الشباب والرياضة معايا، وزير الشباب والرياضة كان موجود. عجبوا اللعيبة المصريين جدا، عجبوا الشكل، عجبوا التنظيم. دي كانت اضافة كبيرة جدا لينا الصراحة. تسهيلات كتيرة جدا بتقدمها وزارة الشباب والرياضة لينا ووفرت لنا المتحدة هنا لينا برضو، وفروا لنا في مهرجان العالمين. كل ده خلاها بالشكل اللي انت شايفه ده، من اول الشو اللي بيتقدم خلال اللعيبة لحد البريك، الشو اللي بيتقدم من اللعيبة اللي هم مختارينه. طبعا الجمهور اختار فقرات معينة تتقدم في البريك واحنا قدرنا نوفرها. طبعا البطولة تضمنت منافسات في مختلف الفئات، الفنون القتالية المختلطة والملاكمة والكاراتيه، وبتعتبر فرصة مثالية لإبراز المواهب الشابة وتشجيعها على ممارسة الفنون القتالية بشكل احترافي. نقلة كبيرة قوي للـ MMA في مصر انها تتعمل في مهرجان العالمين. طبعا زي ما انت شايف الجمهور والناس ده ما كانش يبقى موجود قبل كده. تقريبا اكبر ام ام اي، اكبر ايفنت ام ام اي اتعمل في مصر لحد دلوقتي، فكان شرف ليا ان انا اشارك فيه والحمد لله ربنا كرمني. يعني ماتشات ماشيه كويس جدا لحد دلوقتي، مفيش ولا واحد مصري خسر. زي ما انا قلت المصريين هيفنشوا كل الناس الاجانب اللي جايين، يعني وده اللي بيحصل الحمد لله. احب اقول ان مصر بلد حلوه جدا وان فيها مواهب كتير مدفونه، وان شاء الله كلهم هيطلعوا في يوم من الايام ويحتلوا اللعبة دي. رسالة اليوم هي توجيه الشكر إلى كل من وقف خلف تحقيق هذا النجاح. إنه يوم وحدث ضخم. جميع المديرين والناس المشاركين في هذا اليوم، أود أن أشكر الكباتن المرافقين لي والناس حميش وسفيان عماري وياسين خرود وهو في نيجيريا والذي لم يستطع القدوم معي، وأود أن أشكر فريق إيجل النسور وكل أعضاؤه. Eagle team and all his member. المنافسات كانت وسط أجواء حماسية ومشجعة مع حضور جماهيري مكثف من محبي الفنون القتالية. After 1 minute 29 seconds of the very first round, declaring the winner by rear naked choke, Abdul Qadir.